نجمة صباح على نجمة أفهم. آخر حواراتنا اليوم شكون حول الأحداث اللي صارت البارح. بدأت بتحركات سلمية، مجتمع مدني اليوم موجود أمام مقر مجلس نواب الشعب، ولكن لقينا تحرك أمني، تصادمات، وصلت حتى الإيقافات، وصفت بالعشوائية واعتداءات. أكثر تفاصيل حول اللي صار البارح، أكثر تفاصيل مع ضيفنا لليوم مريم أمنور عن الحزب التونسي. ضيف اليوم مع الحيّم الانترفيو بأدق التفاصيل. مدام مريم، صباح النور. صباح الخير، نشكرك على تدخلك معنا. يعطيك الصحة. تفضل. قبل ما نبدأ في حواري معك حول أحداث البارح، ديما نطرح نفس السؤال على ضيوف الكل، ماذا يحدث في تونس بصفة عامة؟ مدام مريم، اللي يحدث في تونس أنه الثورة اللي تعملت على الرجيم القديم للأسف الشديد لم تنجح تماما، يعني تعذيب متواصل، الرشوة متواصلة، الفساد متواصل، الحاجات اللي قامت عليهم الثورة الكل متواصلة، لأنه وللأسف الشديد ما صارتش المحاسبة، صارت بوسخوك ومسامحة ومصالحة، وعمك السبسي صالح وعمك الغنوشي صالح ويسامحوا في بلاصتنا. بالطبيعة الإفلات من العقاب، هذا هو اللي وصل لنا الإفلات من العقاب. وسهام بن سدرين شعملت ملا وهيئة الحقيقة والكرامة والكشف، الحقيقة والكرامة وثقت، أنا الحقيقة ما خدمتش معاهم برشا ولكن وثقت، لكن ما عندهاش الصلاحية باش تعاقب هيئة الحقيقة والكرامة، ما هي عديت للقضاء. المشكلة اليوم أنه القضاء الله غالب، ساعة تعطيل كبير برشا في القضاء، القضاء لم يستقل تماما، حتى الهيكل الداخلة في القضاء ديما تنادي باستقلالية القضاء، يعني هما بيدهم وشهد شهدا من أهلها، كيشكي مواطن ويتعارك مواطن وبوليس، تتعدى شكاية البوليس في شيني هي وأواني هي، يشكي المواطن البوليس تقعد لسنوات، ترقد دين لين كيفاش نقول لك الضحية يمل، وكان ما مل شي تفجع على خاطر يرى اللي الموظف اللي هو شاكي به مازال في الخطة متاعو، مازال بالسلطة متاعو، وساعات يمشيوا لهم ويبتشوا بيهم، معناتها يقولوا هكا موصلت لحد شيء، إيجا نلفق لك وإيجا نقد لك. القانون اللي تم عرضه على مجلس نواب الشعب، وين الخلل فيه؟ في الاخر يقول لك ان الامني في ظروف استثنائيه، مع الارهاب، مع التهريب والكناتريه، مع الفساد، مع ارتفاع منسوب الجريمه، اعطيني انا قانون يحميني ويحمي صغاري باش نجم نخدم باريحيه. هذه صيغه اللي قدموها هنا منذ المبادره الاولى والمقترح. هما قوات مسلحه، احنا عزل، يعني نخلصوهم ونعطيهم السلاح ونزيدوا نحميهم منا احنا. أنا في بالي البوليس إلى حد اليوم يمنع في الجريمة ويمنع من الإرهاب. عنده مشكلة مثلا تاع حماية نفسه، ما يتعاركش معنا إحنا، يتعارك مع السلطة نتاعو، يا وزير الداخلية ويا القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد، راني ما عنديش درع، ما عنديش سلاح، ما عنديش فلوس، ما عنديش إمكانيات، يتعارك هو إياهم. إحنا في الجنة، هو يحمي في روحه منا إحنا. فما أنت هي الغلبة اللي في تونس شنو؟ صايرة كورونا، تلقى موظفين في الصحه خايفين على رواحهم من الكورونا، يعني هما اللي كانوا يحميونا خايفين على رواحهم. بوليس يقول لك انا خايف من المواطن، اللي خدم بوليس بربي وبالسيف عليه وحطوا له بيستولي على راسه قالوا يخدم بوليس بالسيف نجم يستقي، راك انت موجود باش تحمينا، انك تحمي في روحك منا. انا نجم نقول لك مطلع على القوانين، راه فما ترسينا من القوانين تحميهم، ديجا هضم جانب الموظف يستعملوا فيها توغيا تخافير، هضم جانب الموظف والقوانين الموجودة والقوات الحاملة سلاح موجودين عندهم، شوف إداريا وفي المناشير وفي القانون، شنو باش يحمي رواحهم أكثر من هكاك؟ تعال تلقى فصول الضحك، معناتها الفصل العاشر، الفصل العاشر يهدد الحقوق والحريات والمكتسبات اللي وصلنا اليوم. بالطبيعة والمس من السابع والعاشر، أخذر لي السابع والعاشر الأخرين بون نحمي رواحنا. هو بالطبيعة يا أخي كل شهيد من شهداء الوطن لازموا رعاية لعائلته، معناتها مش نعرف انا مساكن برشا شهداء تقعد مرته ماشيه جايه على السي ان ار بي اس ولا على السي ان اس اس تصبوا لها شهريه راجلها بضيحه، كل سواء من الامن ولا من المواطنين. اما زاد ما فماش تمييز بين الامن وبين المواطنين، ما لازمش يكون فما تمييز. شهيد وطن امني ولا عسكري ولا سيفيل، عائلته عندها نفس الحقوق. تحمي في روحك من شنيه انت؟ والا نقابات قاعده تحكي انا نقعد به تراني نعيش في تونس لكن نعيش زاده في الخارج، عمري ليت نقابات تتعارك مع الشعب، راني عمري ولا ريت. عندك نقابة تتعارك فيها مع العروفة، مع المدير نتاعك، نقصك إمكانيات، طردوا لك زميل، تعارك أنت وعروفتك. ما عمري ولا ريت أنا نقابات جاي تتعارك مع الشعب. والغلبة، الغلبة أنه كي يحكيوا على قانون الزجر هذايا
يا أخي هل تم زجر التجاوزات الأمنية؟ احنا شنو عايننا مثلا؟ انا الحقيقة لا امثل حملة حاسبهم، انا نساهم معاهم، ولكن شنو عايننا احنا والمجتمع المدني؟ فلم يتم زجر التجاوزات البوليسية. انا لا اتذكر، انا طلع عمري 40 سنة دخلت المركز ما سمعت في الكف، لا اتذكر، ما عندي حتى سوفينير. وقت اللي يقول لك مدام مريم البارح تتذكر انت ريت واحد تعدى على سبين الجلاله مدام؟ نعم. البارح تم الاعتداء على الناس اللي كانت موجوده امام مجلس نواب الشعب، صحيح تم بعض الايقافات حتى لزوز ممثلين من الرابطه حقوق الانسان البارح في المركز. واحده ممثله عن رابطه حقوق الانسان نورس، وواحده ممثله عن جمعيه نساء ديمقراطيات هي اسرار بن جويره، ومش هما برك، وفما زوز وليدات. كيفاش تم ايقافهم بدون اي سبب البارح في مركز الشرطه؟ صحيح بالطبيعه هذه جديده عليك، تو في 2020 الايقافات من غير سبب؟ بالطبيعه شوف ضرب موثق، الناس مشات راهي تتظاهر سلميا، وراهم يتظاهروا، حد نعلم الراي العام هم عزل، يعني مش تتخيلوا ماشيين بسكيكن والا بزلالت والا بفروده، دونك ناس عزل من حقها دستوري تتظاهر، ما ينجم حتى حد يمنحهم. دونك كلام العيب وريتوه يظهر لي هبط على الباجيت الكل، كلام العيب وريتوه، الضرب وريتوه، الغلبه انه لا يزجروا ما فعل بهم، ولكن هما يزجرون. ونزيد نعطيك معلومه، الاستاذه رجاء طرابلسي، يا ربي رجاء العباسي، العباسي منعت من مقابله المنوبين. يا اخي القانون عدد خمسه هذايا اللي يجيب يحضر المحامي واعلام العائله ويحضر الطبيب بعلت شنو يعني منعت بعلت شنو؟ بعله ما تراهش وما تراهش، ما فماش حتى عله، وما فماش حتى اكسبليكاسيون نفسر لك. دونك رصت لها ضربه سويع غاديكا، وقتاش نجمت هي تشوفهم؟ وقت اللي خلطوا النوابره. صحيح يمين الزغلامي دخلت يمين الزغلامي لاطلاق سراح شبابي. لم يرها احد، يمكن جات متنكره المركز، هذيك حاجه اخرى الله اعلم. لم يرها احد، هي تسلسل احداث، وقف زوز وليدات، سامحني لا استحضر الاسامي، بيان سور بعد طريحه، وخلطت عليهم الأستاذة رجل عباس وجوز أساتذة أخرين، سامحوني لا أستحضر الأسماء، فمنعوا وخلطت الأستاذ. دونك كلمت أنا الأستاذ فتحي سعدون، ورجعت كلمت سامي عبو يرحم والديها، قلت لها هكا وهكا وراهو الأستاذة ممنوعين، قالت لي أنا ساقي مضروبة، دريج نبدا بحذاهم، إيفيكتيفمون دريج، وكانت بحذاهم هي وثلاثة نواب أخرين. وقتها باش تمكنوا نحكيو على عودة دولة البوليس قبل ما نختم معاك مدام مريم. هي وقتاش مشيت باش تعود؟ عايش خويا، انت ريت مثلا هيك المعذبين واللي قلعوا في الظوافر وجماعه الاغتصابات توقفوا تحاسبوا، هي وقتاش مشيت لكي تعود؟ انت كان ريتها مشيت لكي من لم تعود. بون فما فرق صغير طفيف بين تو وبين الثوره، بين قبل الثوره. قبل الثوره فما ثلاث حلقات، تتعذب او تتظلم، حلقه ثانيه ما تنجمش تحكي على الظلم نتاعك، حلقه ثالثه ما تاخذش حقك، تو تتظلم، حلقه ثانيه تنجم تحكي على الظلم، حلقه ثالثه على الاغلب ما تاخذش حقك. مدام مريم منور عن الحزب التونسي، الحقيقة سعيد بحواري معك، الانتجريتي للانترفيو تلقاها شوية أخرى على الباج أوفيسيال فيسبوك. هكا نكون وصلنا لآخر نجمة صباح بالنسبة اليوم، أن غرو ميرسي ليكيب كاملة اللي أمنونا 180 دقيقة من البث المباشر، أيمن في البرود، كوتي تكنيك مريم، ما ننساوش عبير، ما ننساوش سيوار، ترجعكم في نشراتنا الإخبارية، وعايشة في روبريك غدوة أبارتير من الساتة، ترجعكم نجمة صباح. تشاو تشاو، باي باي، أدوما. يحكيوا على خليل وتحجبوا من العين، خليلته والخال قد السر.